ماشي نعمل كده بشانس على بس على دول بروز بالظبط. ديت عندنا عاملين الدكوره عاملين التربيه دي اوزان من 180 ل 220. دي عندنا اول حاجه بننظف اكلات عندنا الاكل حاجه ثلاث وجبات، وجبه اسمها وجبه الفا طريه، وجبه اسمها الفا جافه، وجبه السلاج. الالفا طريه دي عباره عن اكل احنا بنجهزها بالظبط عالفتنا احنا اللي بنعملها ليهم. تتكون في الاكل بنعملها اول حاجه الصبح، تاني بعدها قبل ما قبل ما نحط العلفه الطريه ديت لازم نحط القش، مش بتب نحط قش، لان القش ده وظيفته ان هو بيلف حوالين الكرش تمام بيحميها من السموم والمواد الفطريه اللي موجوده. ديت العجوله عندنا دي الاوزان بتاعتها احنا عارضينها للبيع. تمام اسعارها يعني ان شاء الله نتفق معاكم فيها لما نوصل نتفق معاكم فيها الاسعار باذن الله ان شاء الله. وبرده ده عندنا فئات، احنا عاملين برده هنا فئات في العنابر اللي فيها برده من 220 في مكان لوحده عشان برضو الاكل يعرفوا ياكلوا مع بعض، وفي 180 تبقى مكان لوحده. تمام هنا برضو عندنا عنابر حاجه اسمها عنبر المرضى. كويس احنا خصوصا احنا هنا المزرعه بتتكون اصلا كعلاقه انها عايزه عجلات عشار. تمام احنا بنهتم بالعجول، احنا بنهتم بالعجول الرضاعه اهم شيء، بنجيب عجول الرضاعه ونجيب بقر. تمام العجله بنجيب البقر فبنجيب اللبن ام بديله الام البديله بنحط لها نحط تحتها ثلاث عجول. ده موسم اصلا موسم الشتاء حاليا. تمام. هو اهم حاجه فيه هو موسم الرضاعه، بنجيب الرضاعه ونكبر عددنا، حتى لو المزرعه مثلا عددها 500 راس احنا بنزودها لل 1000 راس، ان الجاموسه بتجيب مثلا ثلاث عجول اربع عجول. تمام. وده كافضل مشروع حاليا في موجود في مصر، وحاليا في الشتاء لان موجود بنسبه البرسيم بكثره بيضطر ان نخلي تزود لبن البقر. تمام تعال اتفضل. تمام شغال معانا بقر الامهات اللي هو ليه حلابه طبعا دي. ده الحلاب بتاعنا. البقر دوت واحنا عازلينه عن المرضى نفسه. بيخلص بيجي ليه وجبتين الصبح ووجبتين رضاعه، وجبه الساعه 6 الصبح والوجبه الثانيه الساعه 4 ونص 5. تمام احنا الساعه 6 بندخلهم، قبل ما ندخلهم الرضاعه حاجزين المرضى جوه عشان ما ينفعش يخش عليهم على طول. احنا بنحننهم وبنغسل، لازم نغسل الضرع بالفورمالين وبيود وكل حاجه عشان ما يبقاش فيه الراس بتاع البهايم يسيت كوكسيديا وكوليستيريديا للبهايم من الرضاعه. بعدها بقى بنخش عندنا على العنبر الاشهر، عندنا عزل لوحده. تمام عنبر الاشهر في البقر احنا سايبينه اهوت لوحده، دوت العنابر دي الاشهر في 8 اشهر و7 اشهر. تمام حاطينهم لوحدهم عشان ما ينفعش يبقوا على الطلوقه، لو الطلوقه نط عليهم ممكن يحصل اجهاض للعشره. بس ده النظام بتاع المزرعه. عندنا بقى نظام الجاموس. امين تمام بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ده تم فطمه بقى. دي بعد الفطام. دي مرحله بعد الفطام. تمام اللي بيطلع من الحضانه. ايوه دي مرحله بعد الفطام. بياخد نفس العلف طبعا اللي بياخد من الحضانه فتره وبعد كده الفطام بيبقى على زمن قد ايه بقى ولا وزن؟ وزن 100 كيلو. 100 كيلو بصرف النظر عن العمر. بصرف النظر عن العمر يوصل 100 كيلو بنفطمه. بتفطمه؟ بنفطمه. طب تمام. ماشي. ده عندنا اللي هو تحت الترقيح، نزل الجاموس عليه اللي تحت الترقيح. ده بقى الجاموس اللي تحت الترقيح حاليا. ان شاء الله بعد 15 يوم ولا حاجه. بقى على سن كام بقى ولا وزن برضه؟ بيبقى على وزن. يعني فوق 300 كيلو 320 يعني على الوزن برضه. طب تمام يبقى فوق 300 يعني ممكن يكون بيتراوح في عمر كام بقى 300 كيلو دول مثلا 18 شهر 20 شهر. من 18 ل 20. تمام ها طب ماشي ده واحده يا محمد خلاص. دي تحت طبعا بعد 10 يوم ان شاء الله نبدا في جس، وبعد الوقت بتاع دخل على شهر وشويه مع الطلبه يعني فعلا. وتحضن يعني لقاح مباشر ولا يعني اللي هو الطلوق بينط عليها ولا حقن؟ لا في عندنا حقن وفي عندنا طلوق. تمام على حسب بيبقى يكون اجزاء اجزاء يعني. تمام تمام ماشي تمام. بقول 300 كيلو. دي الكوره دي.
التسميع وفاتحين فيها برضه. فاتحين فيها بقى، احنا عندنا دلوقتي اللي هو حاليا فاضل فيه اخر التقارير دي. يعني هيمشوا برضه ايه؟ هيتباعوا. كان عندنا حوالي 50 بقر يمشوا. عندنا الاشرطه. ومبقاش فيه جاموس اخر انتاج مثلا ولا الكلام ده ولا ما فيش عندنا؟ لا مفيش عندنا حاجه كده. يعني انتوا بتبيعوا عشرات؟ بيعوا عشرات. جميل، يعني تخصص. شهرين ثلاث شهور نفس الكلام ده. مش خش عليها يا استاذ باشمهندس علاء. خش عليها. طبعا حضرتك قلنا ده في نسبة ايطالي ولا هو بلدي؟ لا في نسبة ايطالي. كام ايطالي؟ هو الدكتور، الدكتور مروان. دكتور مروان السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اطلع ده شويه عشان تروح بسرعه عادي كده، مفيش مشكله. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا حضرتك؟ ايه الانوار دي؟ الله يعينك قوي. الله يعينك قوي. لا عايزين نعرف نسبة الخلط هنا في في الجاموس. الله يكرمك. قد ايه يعني؟ دراسه بتقول ان الجيل الاول هو اللي بيبقى محسوب يعني. تمام. 50% بعد كده مفيش اي دراسات ثانيه. تمام. يعني كل حضرتك هتشتغل في كله ان شاء الله تعالى هنبدا ننفذ شغل ليكم ونرتب دفعات منتظمه باذن الله تعالى. ان شاء الله. باذن واحد احد. ده حضرتك اتفقتوا كمان على النوعيه اللي هتشتغل فيها؟ ما خلاص هو لسه السعر والنوعيه لسه في الاجتماع. هو في الاجتماع بقى هيكلموهم كده وان شاء الله عشان نعمل نسبه للمكتب. هيبقى المكتب له نسبه يعني. يبقى له هامش ربح المكتب. باذن الله تعالى. باذن الله. تعالى نتفق على السعر بكام ونكلم المهندس عماد كام. باذن الله تعالى. نحفظ ازاي يا باشمهندس؟ هو مش حفظ التلقائي. بس اعمل حفظ.